نصيحك كيفاش تضرب تولبيستو؟ والله الحمد لله جات كورة أنا وفي الهواء حبيت نطلع معاه، كي تحت جات يدي تحت مني صارت كالخنعة صغيرة من عرش شاف، زيد نمشي لسبتها نصورها نشوف شان لبيس. خالد العباس كي تحكينا على هدف اليوم. والله يا اخويا الجمعه اللي فاتت كنت رسيوتي ماركيت زبونتو، الجمعه اللي قبلها ماركيت بونتو، والحمد لله اليوم اصحابي خدموني باش انا جيت في البلاصه المناسبه في التوقيت المناسب وماركيت هدف الانتصار. ان شاء الله هذا يكون الساق الاولى في البي ان شاء الله. سيد نبيل فرشيش مدرب سبورتينغ بن عروس، سيد نبيل كي تحكينا على الانتصار الثامن هذا اليوم. والله انتصار ثمين برشا بحكم معنا شكون ما جينا باش نلعبوا الكل في الكل، الانتصار في نفس الوقت كيما جاش الانتصار او كالتعادل انصفنا ربي، وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب ونكمل المسيره نتاعنا ونستحفظوا على المركز الاول، وان شاء الله بالتوفيق منزل بورقيبه بمناسبه جمعيه تستاهل باش تكون هي في المركز الاول ولا المركز الثاني، وانا من الناس اللي عجبني برشا منزل بورقيبه، ان شاء الله ربي يجيبهم في الصواب ويكونوا الثانيين ورانا، خاطر هما الجمعيه الاكثر حظ اكثر حظوظ باش نجم تطلع وتستحق تطلع ان شاء الله. سنبيل ما عندكم ماتش روتار في المنزل عبد الرحمن يقول لي ما كنتش تخرج من بنزرته. بنزرته مبروك علينا، ان شاء الله ربي نكمل الانتصار الثالث على التوالي ونستحفظوا على المركز الاول كما قلت لك، وان شاء الله في الناس بي ان شاء الله. شكرا لك.